جيانا محمد فاروق لطفي، فتاة نجحت في حفر اسمها بأحرف من ذهب في سجلات الاتحاد المصري والعربي والإفريقي بل والعالمي للكاراتيه. عشقت الذهب حتى عشقها وأصبح متيما بها. جيانا من مواليد 10 ديسمبر عام 1994، أي أنها لم تكمل 24 بعد. تملك من الطموح ما يفوق عمرها بل يتعدى ذلك بمراحل ومراحل. بدأت ممارستها للكاراتيه في عمر 6 سنوات عن طريق الصدفة، حيث كانت تتدرب سباحة قبل أن تقرر أن تترك هذه الرياضة وتلتحق بالكاراتيه. أول لقب جمهورية حصلت عليه كان عام 2009، وبعدها تم استدعاؤها من قبل الجهاز الفني للمنتخب للمشاركة في البطولات الدولية. أول ألقابها كانت ذهبية كأس العالم للناشئين في اليونان 2009، تلتها ذهبية كأس العالم للشباب في العام التالي باليونان. حصلت على ذهبية بطولة العالم 6 مرات، حيث حصدت ذهبية بطولة العالم للشباب بماليزيا 2011، أعقبها ذهبية بطولة العالم تحت 21 سنة بإسبانيا 2013، وذهبيتي بطولة العالم بألمانيا 2014 فردي فرق، ثم ذهبية بطولة العالم تحت 21 سنة مرة أخرى في إندونيسيا 2015، قبل أن تحصل على ذهبية بطولة العالم للآنسات بالنمسا 2016. أخيراً حصلت على برونزيتي بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت بإسبانيا 2018 للفرد والفرق. كما حصلت جيانا على ذهبية بطولة العالم للجامعات في البرتغال 2015 للفرد والفرق. لو استعرضنا تاريخ بطلة الأهلي لاحتجنا لحلقات عدة، حيث أنها حصلت على العديد من الميداليات على كافة الأصعدة، سواء عربية أو إفريقية أو متوسطية أو بطولات للدور العالمي للعبة. بطلتنا اليوم ليست متفوقة رياضيا فقط، بل هي حاصلة على بكالوريوس كلية الصيدلة جامعة القاهرة دفعة 2018. نتمنى لها التوفيق في قادم البطولات حتى طوكيو 2020، لكي تصبح أول رياضية أهلاوية تحصد ميدالية أولمبية للقلعة الحمراء. جيانا فاروق فتاة من ذهب. بعد التقرير اللي انت شفته قدامي فعلا هي بطلة من ذهب. في الفرق الجماعية بنتعب كتير، 20 لعيب او حاجة زي كده فنجيب ميدالية واحدة، ميدالية ذهبية واحدة. معايا بطلة، معايا اكتر من 8 ميداليات ذهب وميداليات أفريقية وعربية، يعني بجد ما شاء الله حاجة بتسعدني جدا. وفي نفس الوقت كمان دكتورة معانا حوار كبير، احنا بس اتأخرنا عليها بس معانا حوار كبير هنتكلم مع دكتورة جيانا فاروق. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا كابتن. أخبارك إيه؟ الحمد لله بخير. منورانا. نور حضرتك. ما شاء الله، اللهم لا حسد. لكن هبدأ معاكي مش من التاريخ. ابن الوزن دايما عوام صح؟ مزبوط. بابا مخرج، جيانا فاروق طلعت لعيبة كاراتيه، كابتن كبير. ليه ما رحناش في سكة بابا؟ عامه هو بابا اصلا كان رياضي. حيل. يعني انا كان بابايا لاعب كوره وكان ملاكم. لاعب كوره ملاكم عشان كده رحت كاراتيه؟ لا والله، هو موضوع الكاراتيه جه معايا بالصدفه. يعني هو كان هدفهم في البيت ان احنا نلعب رياضه لمجرد ان احنا ايه، حاجه تشغل وقتنا يعني. هيل. مش اكتر. فانا الاول بدات بالسباحه والعاب القوه، بس يعني انا ما كنتش لاقيه نفسي قوي في اللعبتين. فهو بالصدفه كان موضوع الكاراتيه ان انا بعد تمرين السباحه البول كان جنب الصاله بتاعه الكاراتيه. مظبوط. فانا خلصت وكان عندي 6 سنين فطفله وبلعب. ده كان اهلي مدينه نصر. اهلي مدينه نصر. مظبوط. فلقيت تمرين كاراتيه شغال. فقعدت اتفرج، انا حتى ما كنتش اعرف اللعبه دي اسمها ايه، يعني لقيت ناس بتضرب في بعض وناس صوتها عالي وخلاص. فانا اللعبه شدتني يعني، قعدت اتفرجت عليها فشدتني. فقلت لهم انا عايزه اجرب العب اللعبه دي. لوحدك؟ اه. يعني ما حدش وداكي ملعب الكاراتيه؟ لا خالص. ايه اللي شدك في اللعبه؟ يمكن عشان كنت طفله اليفه شويتين وانا صغيره، كنت بعمل مشاكل خالص. لكن دلوقتي كنت شقيه خالص. دلوقتي ايه؟ طيب قولي لي. الحمد لله دلوقتي طيب. الواحد هدي كتير. ايه اللي شدني اللعبه؟ اللي شدني اللعبه اولا انا حسيت ان هي، يعني طبعا لو قلت ان هي
فيها جزء من شخصيتي وانا طفله هبقى يعني بجد. انا كنت طفله عندها 6 سنين، بس حسيت ان هي حاجه فيها باور او فيها طاقه بتطلع. يعني انا ما كنتش كمان حابه السباحه قوي، يعني ما كانتش مستهواني خالص، مع ان اغلب البنات بيحبوا السباحه. لا ما اعرفش، ما كنتش بحبها خالص يعني. فلما لقيت اللعبه دي حسيت كمان ان بيعملوا حاجه، فلان بقى جاكي شان والناس بتضرب وتطير والجو ده، فقلت خلاص يعني نفسي اجربها يعني. هو كده ما رضيتيش على السؤال اللي سالته في الاول، ليه ما طلعتيش زي بابا؟ مخرجه يعني دخلتي في المجال ده الميديا. انا برضو من وانا صغيره كان دايما نفسي اطلع دكتوره، بس هي ما جاتش معايا. انا كان نفسي اطلع دكتوره اسنان، فرقت معايا على حاجه بسيطه في مجموعه بتاع ثانويه عامه، فدخلت صيدله. هو ليه اغلب بتوع الكاراتيه في النادي الاهلي دكاتره اسنان؟ منهم اكبر حد عندي دلوقتي هو دكتور مهند مجدي عضو الصداره. دكتور مهند مجدي عامه هو مثلي الاعلى في حياتي عامه من ساعه ما بدات، ان هو كان كابتن فرقه الاهلي عندنا، وكان كابتن منتخب مصر، وكان طبعا بالنسبه لنا دكتور اسنان. ومهند يمكن صديق شخصي للعيله من زمان جدا، فهو كان بالنسبه لنا وبالنسبه لمعظم لعيبه الكاراتيه في النادي الاهلي كان مهند هو قدوتنا ومثلنا الاعلى اللي كلنا كان نفسنا نبقى زيه يعني. قولي لي يا دكتوره، بنتعامل ازاي مع دكتور مهند؟ دكاتره مع بعضيكم. والله انا بقول دكتور مهند عشان احنا بس على الهوا، بس مهند بالنسبه لي يعني اخويا الكبير وصديق مقرب، وانا بلجا له في قرارات كتير في حياتي، سواء كانت في الكاراتيه او كانت في موضوع دراستي او في حياتي الشخصيه عامه. هو يعني دايما بيعتبر والدي زي والده، ودايما يقول كده. والحمد لله احنا كنا كلنا مبسوطين بقراره ان هو يترشح في مجلس اداره النادي الاهلي. كنا واقفين معاه بقلب، كنا واقفين طبعا معاه كل في الكاراتيه بصراحه يعني. أنا عارف كل لعيبه الكاراتيه. هو انسان مؤدب وانسان خلوق، وهو كان يستاهل الوقفه اللي احنا وقفناها معايا. طيب العيله بتتعب. زمان ايامي كنت بتمشى لوحدي وبروح النادي لوحدي. دلوقتي في ماما وفي بابا وفي اخوات اكيد. طب معانا مين اخوات؟ عندي نيرفانا اكبر مني ب4 سنين. كويس. كانت لعيبه كاراتيه برضو، بس يعني نيرفانا ما طولتش، هي دلوعه شويه عندنا. ومعانا مين تاني؟ ومعندي احمد اصغر مني بسنة ونص، كابتن طيار، وكان بطل عالم برضو في الكاراتيه برضو. يعني العيله كلها شغاله كاراتيه. دخلتي الكاراتيه حطيتي العيله كلها في الكاراتيه. دي حاجه جميله جدا جدا جدا. قولي لي بقى، اكيد الاسره بتتعب، اكيد ماما بتتعب. انا شايف، بس انا عايز اقول الحقيقه ان ماما جايه معاكي قاعده بره البلاتو واحنا بنتكلم. هو مش البلاتو بس، هي ماما عامه يمكن هي متابعانا في اللعبه من ساعه ما بدانا، لدرجه ان هي اكتسبت خبره في اللعبه اكبر من مدربين كتير دلوقتي. حلو قوي كده. انا بقى تعالي، بتعمل ايه معاكي في الماتشات وبتقول لك ايه؟ اولا انا مثلا لو في حاجه عندي مش مظبوطه جوه التمرين، ضربه معينه او تكنيك معين، احنا بنقف نظبطه مع بعض في البيت. انت وماما بالظبط كده. قولي لي ماما بتضرب تكنيك مظبوط؟ ماما مش بتضرب التكنيك مظبوط، بس عندها رؤيه للتكنيك يعني. كويس. عارفه اذا كان طالع صح، ناقصه باور، ناقصه سرعه، مكانه مش مظبوط، ممكن ساعات نقف يعني. كان ساعات كتير جدا بنقف نظبط. بابا ما دخلش عليكي في مره قال لك انتوا بتتخانقوا ولا حاجه بتضربوا بعض ازاي؟ لا خالص. بابا بابا يعني مشجع الموضوع جدا جدا. هما الاثنين بصراحه يعني تعبوا معايا كتير. ربنا يخليهم لك. اكيد ربنا يخليك. يعني اوقات كتير ماما نامت على الكراسي في التمرين غصب عننا يعني، بالذات ايام ثانويه عامه، لان غصب عني كانت التمارين لازم تبقى متاخر علشان الدروس بقى والمذاكره وكده. فكان اوقات ممكن اتمرن الساعه 11 او 12 بالليل. فهي بصراحه هي دي كانت قبل الصاله بتتعمل كمان. الاجواء يعني، بس عشان نقول للناس اللي كانت في صاله زمان، ما كانش في صاله. زمان بتتمرنوا جنب حمام السباحه. بالظبط مظبوط. الاجواء اصعب كتير. الاجواء كانت اصعب. بس هي بصراحه يعني هم العيله سبب الفضل الاول بعد ربنا في اللي انا وصلت له الحمد لله يعني. هنخش على الحصاد العظيم. اكيد في بطوله من البطولات اللي انت عملتيها قريبه قوي لقلبك، او حاسه ان هي كانت بعيده فجت. ايه هي؟ انا بقول ان هما بطولتين. هي بطوله العالم بتاعه 2014 انيسات، لان كانت اول سنه ليا في الانيسات، وما كانش في بنت قبل كده سواء في مصر او عرب او افريقيا جابت ذهب في بطولات العالم الانيسات. بلس ان انا كنت اصغر لعيبه في البطوله اصلا كلها. في كل المنتخبات كنت اصغر. كنت اصغر لعيبه في البطوله. فكان حلمي ان انا يعني نفسي ابقى اول لعيبه تجيب الذهب في البطوله ديت لمصر والعرب والافريقيا. والحمد لله ربنا كرمني ساعتها بذهبيه الفردي وذهبيه الجماعي. دي كانت اكتر بطوله انا بحبها. البطوله الثانيه اللي يمكن نقطه فارقه شويه في حياتي هي بطوله العالم الاخرانيه ديت.
لان هي جايه بعد ظروف كانت بالنسبه لي صعبه جدا. يعني سنه 2017 بالنسبه لي كانت سنه صعبه. ليه صعبه بصراحه؟ كان عندي اصابه كنت بتعالج منها، وكان عندي شويه مشاكل شخصيه، بلس ان كان الموسم ده ما عندناش بطولات في الانيسات كتير، فتقريبا ما كناش المنتخب ما كانش لممنا او ما كانش فيه معسكرات، ما كانش فيه تدريب، فبعدت شويه عن الكاراتيه. كنت محتاجه فتره راحه، لان كنت قعدت حوالي 4 أو 5 سنين بشترك في بطولات العالم كبار وصغيرين. احنا بطولات العالم كل سنتين، فكنت بلعب موسم في الكبار وموسم اللي بعده في الصغيرين. تمام. فكنت محتاجه ان انا اريح شويه، فبعدت شويه فتره في 2017 عن الكاراتيه. وكان خلاص قرر ان الكاراتيه بقى هيبقى لعبه اولمبيه كان اتاخد من الاتحاد الدولي ومن اللجنه الاولمبيه الدوليه. فالناس كانت بدات تتحرك بسرعه، كل الدول الثانيه بدات تتحرك بسرعه، فلما جيت ارجع تاني بحس ان في فرق، الموضوع بقى اصعب بكتير. يعني كان ممكن اقعد اريح شويه، مجرد ما ارجع شويه التمرين بستعيد مستواي بسرعه، مع ان كنت عاليه شويه عن اللعيبه اللي في ميزاني بره، فكانت الدنيا بتتلم معايا بسرعه. بس لقيت الناس كلها بدات تطور من نفسها بشكل سريع جدا، فكان تحدي بالنسبه لي ان انا ارجع تاني اقف على رجلي زي الاول. وكان تحدي ان انا افضل ثابته على مستوايا وارجع تاني لمستوايا في فتره صغيره جدا، لان احنا على ما بدانا الموسم نتيجه برضو انتخابات الاتحادات وتغيير الاتحاد، على ما بدانا الموسم بدانا متاخر شويه، بدانا تقريبا في شهر 4 وبطولة العالم عندنا في شهر 11. فكون ان انا الم نفسي فتره قصيره زي ديت كان بالنسبه لي الموضوع صعب وتحدي، واخد مني مجهود كبير جدا عن السنين. انا بقى لي 17 سنه بلعب كاراتيه، يمكن دي كانت اصعب سنه عدت عليا في حياتي. يعني عجبني جدا كلمه التحدي، يعني عجبني التحدي والطموح. جيانا فاروق من امتى كان عندها تحدي وطموح ان هي توصل لبطوله العالم؟ امتى قررتي ده؟ 6 سنين قلت لي ما كنتش اعرف حاجه. امتى قررت دوت؟ بعد بطولة العالم بتاعت 2009، لان يعني كان التوقعات ان انا هجيب ميداليه ذهب في البطوله ديت، كبطوله العالم الناشئين، وشاء ربنا ان ابقى انا اللعيبه الوحيده في السن ان انا ما اجيبش ميداليه ساعتها. وساعتها وانا يعني مروحه في المطار وكده، فهو يعني ربنا يديله الصحه، والدي هو في المطار اخذني في حضنه وكده وقال لي افتكري اللحظه دي وانت راجعه خسرانه من البطوله. يعني نقول ان الخساره هي اللي عملت جيانا فاروق اللي توصل لبطله العالم. بالظبط. الطموح قوي. بالظبط. مين اللي كان بيحفز معاكي دايما ابدا؟ ماما وبابا ولا المدربين؟ اشتغلوا معاكي ازاي؟ او اشتغلتي على نفسك ازاي؟ طبعا دور الاسره اولا، هو لو اللاعب من جواه مش عايز يبقى حاجه عمره ما هيوصل لحاجه. مزبوط. لو هو من جواه ما عندوش طموح ومش عايز يشوف نفسه في حته احسن عمره ما هيوصل لحاجه. تمام. بلس طبعا دور الاسره، يعني انا بيبقى ليا لوم او عتاب على الاهالي اللي بتقعد ولادها علشان خاطر الدراسه والثانويه العامه لا ما تقولولهمش اقعدوا علشان انتم مش هتعرفوا توفقوا، بالعكس ظبطوا معاهم جدول المذاكره وظبطوا معاهم مواعيد الدروس بحيث ان هم يعرفوا يذاكروا ويعرفوا يروحوا التمارين. ده كان دور اهلي بيعملوه بصراحه. اخواتي كانوا داعمين ليا جدا نفسيا وكانوا بيشجعوني. مدربيني سواء جوه النادي او مدربين المنتخب او مدربي اللي مربيني من زمان، هم دول برضو كانوا سبب كبير جدا في كل اللي انا وصلت له. فهو لو اللي حواليك دايما داعمينك انت بتوصل اسرع. دي حاجه مهمه جدا. خلينا نتابع لقطات تطلع على الشاشه دلوقتي قدامنا وتقول لنا اللقطات دي بتفكرك بايه وايه الموقف او البطوله اللي فيها. نبدا معانا اول حاجه هنشوفها على فين دي؟ قولي لي. دي بطولة العالم 2014 ماليزيا. طب كويس. دي البنت بتاعت ماليزيا، ده فاينل بطولة العالم. يا ريت تحطها على الشاشة الكبيرة بس. ده فاينل بطولة العالم. دي فاينل بطولة العالم، تفتكري ايه بطولة العالم دي؟ دي كانت بطولة العالم الأهم بالنسبة لي. دي اللي أنا كنت بتكلم عليها اللي هي بتاعت 2014 لما كنت أصغر لاعبة في البطولة وكان نفسي إن أنا أحقق تحقيق الطموح الذهب لأول مرة. تمام. دي أول واحدة. تاني واحدة احنا محضرين شوية كده عشان انت عارفه الالقاب كتيره والحاجات كتيره. يعني دي الثانيه؟ لا دي نفس البطوله بس ديت. لا دي اللي بعدها، دي بطوله العالم 2016. كانت برضو بالنسبه لي صعوبتها في ان لازم كان معايا اللقب وكنت بحاول احافظ على اللقب، ودي لعيبه فرنسا يعني من احسن اللاعبين الموجودين في الميزان، وكانت المنافس ليا طول السيزون. يعني احنا الاثنين كنا دايما بنتنافس على المركز الاول. يعني شايفه كده جبناك على الشاشه الكبيره خلاص كده. تمام. مظبوط. كويس. ثالث حاجه معانا، ثالث لقطات معانا.
احنا كده رجعنا لورا شويه. دي بطوله العالم 2013 تحت 21 سنه. تمام. طيب بصي احنا هنقف عند يعني شفت حاجات سريعه برضو ليكي لان الموضوع كبير محتاج 6-7 ساعات معاكي بصراحه جينا ده حق ربنا يعني. لكن خلينا نخش انت هاخد بس من كلامك وقلت انت في الاسره ظبطت التعليم ازاي بقى جينا فاروق بطله العالم ذهب ما شاء الله وتطلع دكتوره صيدلانيه او في كليه صيدله بكليه القمه وكليات صعبه ازاي وفقتي بين الاثنين دول؟ احنا جينا في ثانويه عامه بصراحه يعني اتعمل كده اجتماع صغير في العيله وقالوا لي يعني هو كان راي والدتي ان انا ابطل علشان خاطر احاول اجيب مجموع وكان راي بابا ان لا انا ممكن اوفى وفي في الاول في الاخر هم سابوا لي حريه الاختيار. يعني احنا كان انا كنت ثانويه عامه 2013 2013 اللي انت بعديها بداتي جينا فاروق. انا كنت اول ميداليه في 2011 2011 تمام. هم في 2011 لما شافوا ان انا جبت اول ميداليه في بطولات العالم هم بداوا ان هم يتشجعوا يشوفوا فيها ان انا ممكن اوصل لحاجه اكبر من كده بكتير. فزي اي ستراجل كده بتاعت ثانويه عامه لا طب المجموع طب هنخاف طب مش عارف ايه بس هم بصراحه سابوا لي حريه الاختيار وكان المفاجاه ان انا قررت ان انا هكمل. يعني انا حتى ما كنتش متوقعه من نفسي القرار ده بس حسيت ان انا مش قادره ابطل او في حاجه بتشدني اكتر للعبه يعني لازم تروحي الملعب بالظبط. فهم بصراحه يعني كان في تنسيق دايما من والدتي في موضوع جدول المذاكره والدروس وامتى التمرين الجدول بتاع المذاكره بالظبط كده وجدول الدروس والتمارين وكان في تعاون طبعا من المدرب بتاعي في مواعيد التمارين يعني اوقات كان علشان انا مثلا بيبقى عندي دروس او عندي امتحان مثلا في الدروس فانا مش عارفه اجي التمرين في ميعاده الطبيعي فكنا بنعمل التمرين الساعه 11 و12 بالليل اوقات كنا بنعمل الساعه 1 اوقات كنا بنعمل الساعه 5 الفجر عشان اعرف اتمرن عشان تعرف تتمرني بس عشان اعرف اتمرن. الرياضي بيتعب جامد جدا بيختلف على على الناس الطبيعيين في الحياه بالظبط حياه مختلفه. بتقضي حياتك في الـ في الـ في السوشيال ازاي مع الناس اصحابك البنات ازاي بتخرجي ازاي بتعملي ايه؟ هو انا طبعا ما بشوفهمش بالشكل الكبير قوي بس انا بحاول اوفق يعني مثلا ممكن اظبط شويه ميعاد التمرين ان مثلا اعدي على اصحابي اشوفهم مثلا نص ساعه واطلع على التمرين او بصراحه بيقولوا لي يعني بصراحه بيقولوا لي ايه؟ لا بصراحه والله انا يعني عندي اصحاب كتير قوي داعمين الحمد لله موضوع ان انا رياضيه وكده وهم ساعات كتير قوي بيحاولوا ان هم يظبطوا ظروفهم عليا بصراحه كمان ده حقيقي بطلت عالم لازم تمشي معاها طبعا والله يعني هم من حبهم ليا بنفسهم فعلا يشوفوني فبيحاولوا ان هم يظبطوا نفسهم على مواعيدي او مواعيد التمرين بس طبعا اوقات كتير قوي التمرين بتضيع مني خروجات بتضيع مني افراح او مناسبات المفروض اروحها السفريات بتضيع مني حاجات اسريه كتير المفروض ابقى اكون متواجده فيها بس انا الحمد لله يعني النتيجه اللي بتيجي او الميداليه اللي بتيجي بتبقى مرضيه بالنسبه لي او بتعوضني عن كل الحاجات اللي ضاعت يعني. اكيد السوشيال ميديا ليكي علاقه بيها. اكيد طبعا. هقول لك على سؤال وبعد كده سيبك كده على السوشيال ميديا. اوكي. ايه اطرف تعليق جالك على بطوله كسبتيها من بنات اصحابك او من اصحابك القريبين قوي؟ صحابي القريبين؟ اطرف تعليق جالك. اتريقوا على البونيه اللي ببقى لابساها. ليه بيقولوا لك ايه؟ يعني قالوا لي شكلك غريب قوي شكلك يخوف شويه بالبونيه اللي لابساها. لا ده احلى حاجه بس علاقتنا ايه بالسوشيال ميديا والناس والجمهور وجمهور النادي الاهلي؟ والله انا طبعا يعني بما اني اصلا عضوه واهلاويه وبنت النادي من زمان فانا بحب عامه جمهور الاهلي. مؤخرا بدات الحمد لله الاحظ ان ناس كتير بدات من النادي تعرفني او جمهور النادي يعرفني بس طبعا مش بالشكل الكبير اللي انا نفسي فيه او اللي انا مستنياه يعني. يمكن بعد البطوله الاخرانيه دي برضو ما تذكرش حاجه عني قوي في على السوشيال ميديا او على يعني اول حاجه اطلعها اول حاجه ده يمكن ضايقني شويه بس يعني انا عارفه ان في مشاكل دلوقتي اكبر في النادي او في حاجات دلوقتي اكبر شويه من الموضوع ده ف مش مشكله في الاول بس انا عارف ان جمهور النادي الاهلي بيتابع جميع الالعاب مظبوط زعلانه ليه صح او متضايقه ليه؟ متضايقه علشان اللعبه مش واخده اهتمامها عامه مش بالنسبه للاهلي بس هو عامه دي مشكله الالعاب الفرديه كلها الالعاب الفرديه مش واخده اهتمام جامد من سواء بقى من الاعلام او من الصحافه او كده يعني
صعب قوي مثلا او نادرا لما مثلا بطل لعبه فرديه يبقى ماشي في الشارع مثلا وحد يعرفه ان ده فلان الفلاني اللي جاب ميداليه مش عارف فين، صعب قوي. صح. غير مثلا ان ممكن يبقى لاعب مثلا في لعبه جماعيه او الكوره بشكل اخص، يعني مثلا في درجه تانية او كده، ويبقى معروف ماشي في الشارع هو معروف. يمكن شويه بس الاعلام مش متسلط على الالعاب الفرديه بشكل كبير. بصي انا قلت في الاول ان احنا بنلعب 18 لعيب هاندبول عشان نجيب ميداليه، لكن انت واحده بتجيبي 10 ميداليات. يعني عندنا في فرقه جابت بطوله عالم شباب 93، يعني فرقه 18، انت واحده جايبه 10 ميداليات، اكيد انا قلبي معاكي واكيد الجمهور والاعلام لازم يغطوا كل الكلام ده واتمنى ده، لكن هي ده الحاله الرياضيه في مصر بصفه عامه. لكن عندنا بطوله قريبه او عندنا طموح تاني، حققت حاجات كتير لكن عندنا طموح الاهم اللي انا نفسي اتمنى ليك وهي الدوره الاولمبيه. مظبوط 2020 ان شاء الله. اخبارنا ايه بقى في الدوره الاولمبيه كده، نحكي هنوصل ازاي، ايه اللي هيأهلنا للدوره الاولمبيه؟ هو حاليا في بطولات مؤهله عليها سكور وبوينتس بنجمع فيها علشان نفضل محافظين على ترتيبنا جوه رانكينج. ده غير ان في بطوله مؤهله ان شاء الله في شهر 1 السنه اللي جايه، دي هيطلع منها هم لسه ما قرروش لاعبين او اربعه، بلس ان من الرانكينج هيطلع اربع لعيبه كمان، اول اربع لعيبه في الرانكينج واول اربع لعيبه في البطوله المؤهله، واثنين بيختاروهم بقى على حسب القاره او البلد اللي هي المستضيفه، لو ما فيش لاعب ليها جوه الميزان بيتحط لاعب منها على حسب الاختيار. يعني المفروض ان احنا نبقى 10 لعيبه. معنى الكلام ده ان انت 10 لعيبه على الميزان. مظبوط كده. قولي لي الخطوات اللي كمنتخب مصري بياخدها معاكي عشان نطلع جيانا فاروق نوصلها لانها تاخد ميداليه اولمبيه، حاجه مهمه جدا، اول سنه كاراتيه يخش للدوره الاولمبيه. مظبوط. اللي انا بشوفه بكلمه بصراحه لما بيخش بره الدوره الاولمبيه كاسات العالم بنكسب، مش كاراتيه بصفه الالعاب الفرديه، لما بتخش دوره اولمبيه الحياه بتختلف، بحس ان العالم كله بيشتغل على اللعيبه دي. قولي لي البرنامج بتاعك لغايه بطوله العالم او الاولمبيات ايه؟ احنا كان لسه عندنا اجتماع مع مجلس الاداره امبارح، كنا بنناقش معاهم الخطه المفروض هنبدا بيها. احنا المفروض بيبقى عندنا حوالي 10 بطولات على مدار السنه، هي دي اللي بنجمع منها البوينتس بتاعتنا. الاتحاد قرر بنسبه كبيره ان هو هيحاول يطلعنا حوالي من 4 لـ6 بطولات من العشره، والاربع بطولات التانيين هيحاول يوفرها ان احنا نطلع يا اما تبع المناطق يا اما تبع النوادي لو النوادي هتقدر ان هي تساهم في حاجه زي كده، بحيث ان احنا نبقى جمعنا اكبر عدد، لان الحمد لله لحد دلوقتي معظم اللعيبه المصريين متصدرين في الرانك الاولمبي. يعني انا لحد الشهر اللي فات كان ترتيبي الاول، بس في بطوله قبل بطوله العالم ما لحقتش اطلعها لان كان الوقت ضيق جدا ما بينها وبين بطوله العالم، ففي بنت واحده سبقتني بحوالي 10 نقط بس. هتجيبيها ازاي؟ شديها من اللي جاي بقى ان شاء الله. شديها بسرعه. عندنا ان شاء الله بطوله الشهر الجاي في الصين ان شاء الله طالعينها وربنا يكرم فيها ان شاء الله. مواقف كتيره بتحصل في حياتك، عايزين موقف حصل لك جوه بطوله، بس موقف بالنسبه لك طريف مش موقف صعب، بلاش المواقف الصعبه، خليها في المواقف الكويسه بالنسبه لك. مش الصعبه. اوكي ماشي. موقف طريف بالنسبه لي، معظم المنتخبات بره ما بتبقاش فاهمه فكره الحجاب او ما بتبقاش فاهمه احنا حاطين ايه على راسنا، فناس كتير قوي بتوقفني تسالني ايه ده عامه. فالموقف الطريف ان انا خلاص يعني واقفه داخله المفروض ماتش وخلاص ومفروض مركزه وبركز مع الكابتن وهنعمل ايه وهنلعب ازاي، ولقيت حد من الاورجنايزرز جاي بيشاور لي على البونيه اللي انا لابسها. بس مين بيسيبيني؟ بيسالني ايه ده؟ كنت عايزه اقول لها مش وقته خالص، انا ممكن نرد بعد. ما حاولتيش ان انت تشديها ذوقيها؟ لا خالص. لا والله خدتها بضحك وقعدت افهمها ان ده حجاب وان ده جزء من ديننا وجزء من تعليم الاسلام بتاعنا وان احنا بنبقى يعني حابين ان احنا نلبسه في البطولات زي صورة مشيقة لمصر بصراحة. لازم اقول لك كده، صورة مشيقة لمصر في كل جوانب، يعني حاجة تسعدني جدا جدا جدا. لكن شفنا الجانب العالمي وشفنا الجانب العلمي، بس لنا جانب النادي الاهلي، بطولات النادي الاهلي، اخبارنا ايه وعملنا ايه في بطولات النادي الاهلي وايه اللي بنستعد له في اللي جاي؟ انا الحمد لله من ساعة ما كان عندي 10 سنين وانا الحمد لله اول قاهرة اول جمهورية باسم النادي الاهلي. عندنا ان شاء الله دوري الانسات، الدوري الممتاز ده ان شاء الله هيبقى يوم 14 لـ16/12 اللي جاي ان شاء الله، بنستعد له من دلوقتي ومكثفين تمارين في النادي الفترة ديت، وان شاء الله الجمهورية بتاعتنا في شهر 2 اللي جاي
دي لحد دلوقتي الحاجات اللي اتحطت كخطه يعني من الاتحاد. لو حصدنا بطولات جينا فاروق مع النادي الاهلي نولد ايه؟ لا ده عمر يعني لا ده 17 سنه انا من ساعه ما بدات كاراتيه وانا بلعب باسم النادي الاهلي يعني. بتحصدي الدوري وتحصدي الدوريات الجمهوريه القاهره اي بطوله كان في سفريات بنطلعها دوليه باسم النادي الاهلي كان في سفريات بطلعها باسم المنتخب بس انا مقيده في النادي الاهلي فكل ده طبعا بيرجع في الاخر للنادي الاهلي ان انا لاعبه النادي الاهلي. لازم هرجعك في نقطه وهي الدوره الاولمبيه. جيانا فاروق من جواها حاسه ان الدوره الاولمبيه دي قريبه بالنسبه لها؟ هي قريبه وبعيده، قريبه على اللي بيشتغل، يعني انا لمست الموضوع ده ان لما بتشتغل على نفسك بتطور من نفسك وعندك اصرار ان انت عايز توصل لحاجه هتوصل لها، هتعيش على تاريخك وهتعيش ان انت بطل وهتعيش ان انت احسن واحد في الميزان، هتخسر وهيطلع لعيبه ثانيه عندها طموح اعلى منك هتغلبك وهتقعدك. فهو اي لاعب في الدنيا هيشتغل على نفسه هيوصل للميداليه اللي هو عايزها واكتر كمان. جيانا فاروق في بطولات العالم في ضغوط كتيره بتحصل عليها، بتخش الملعب هي ومدربها، ما عندناش التشجيع زي مصر يبقى تكوني بتلعبي بطوله جوه القاهره او جوه النادي الاهلي، لكن ضغوط كتيره، الاجانب كتيره حواليكي، واعتقد ان هم مش بيشجعوا جيانا فاروق، اكيد بيشجعوا المضاد. بتتعاملي ازاي مع المواقف دي؟ يمكن الموضوع ده كان زمان بيحصل بالشكل اللي حضرتك بتقوله، بس يمكن الفترة الأخيرة ودي حاجة من الحاجات اللي مضايقاني أكتر، إن إحنا كلاعيبة دلوقتي معروفين بره مصر أو بره بلدنا أكتر من جوه بلد. يعني بطولة العالم 2016 أنا كان معمول لي بوستر بطول الصالة ما شاء الله، إن جيانا فاروق مشاركة في البطولة ديت، اتعمل جزء من وقت البطولة في البريك ان انا بمضي على اوتوجرافات وبمضي على فلايرز للفانز الموجودين في البطولة. فيمكن الفترة الأخيرة بدأت ألاحظ تشجيع الجمهور اللي حتى من منتخبات تانية. الضغوطات الأكتر بتبقى يمكن من هنا. ان في ناس كتير بتبقى مستنيه انك تقع، ناس كتير مستنيه ان مستواك يتهز علشان تضايقك ومش عارفه نفسيات بالظبط. نفسيات بتعمل ازاي مع نفسيات يا دكتوره؟ بكبر دماغي يعني ملهاش حل جدا بقى، لان ولا اي لاعب في الدنيا واي رياضي في الدنيا هيرمي ودنه للكلام دوت هيقع، هيتشغل عن التمرين وهيتشغل عن تركيزه وهيقع. كان عندي مدرب كابتن جمال شمس رحمه الله عليه اللي كسب بطوله العالم، كان دايما نكسب بطوله النهارده يقول لك ايه؟ يسيبنا ما يتكلمش مبروك، ما يقولش غير مبروك بس، خلي بالك ما فيش هيصه، مبروك. تاني يوم الصبح يبص لك كده يقول لك انتوا خلاص دي في التاريخ بالزبط. خلص الموضوع بالزبط. كلام الناس كلام، قال لك ولا توجع دماغ خالص، ابتدي تتبرع عشان تاخد بطوله ثانيه بالظبط. بتتعاملي مع الاداء ده؟ يمكن ده برده بيشجعني عليه مدربي اكتر واهلي، ان خلاص النتيجه اللي اتجابت ماضي، اتحط في تاريخك، اتحط في السي في، هتعيشي على التاريخ هتقعي او مش هتكملي، خلاص تقفي عند الحته اللي انت فيها. ارمي ده ورا ظهرك وتعاملي على انك لسه مش بطله، لسه ما جبتيش حاجه، كملي لقدام. في تاريخ كابتن جيانا فاروق اكيد مدربين، اكيد طبعا محطات مهمه جدا، اكيد طبعا، واكيد في مدربين مؤثرين بالنسبه لك، اكيد طبعا. تقولي ايه؟ اقول لهم ايه؟ هو انا بس حابه اقول ان مفيش بطل بيبقى صناعه مدرب واحد. حيل. انا كجيانا بدين للفضل حتى للمدربين اللي ما مرننيش بس قالوا لي معلومه من بره، يعني قال لي مثلا مدرب هو ما بيمرنيش خالص بس كويس، شافني مثلا في ماتش او حاجه فقال لي عندك غلطه في التكنيك الفلاني المفروض تبقى كذا، ده ليه فضل عليا. فهم كتير وانا بشكرهم طبعا، ولولاهم ولولا وقفتهم جنبي ولولا تعبهم معايا انا ما كنتش وصلت لاي حاجه خالص من اللي انا وصلت لها دي. مش عايز اظنك في السؤال، في حد بعينه اسمه مدرب بعينه ولا كل المدربين عشان السؤال نعديه يعني؟ لا كلهم طبعا، وفي طبعا ناس كانت مؤثره جدا في حياتي، مدربي اللي هو صاحب الفضل في اللي انا وصلت له هو مدربي من 2011 كابتن محمد عبد الرجال، كابتن خالد فضل، كابتن احمد صلاح، دول مدربين النادي الاهلي، قائد المنظومه دكتور مراد عاصم مدير الفني. تعاملي معاه ازاي؟ بتعامل معاه صعب. لا دكتور مراد عاصم بيديني على دماغي كتير. يعني دكتور ايوه اكيد هتهزر في فيديو ده بس لا هو دكتور يعني مراد بيتعامل لا دكتور مراد بناته بالظبط، بناته بيتعامل معايا على اني بنته وان هو اللي مربيني، لان انا بقالي 17 سنه مع دكتور مراد، انا فعلا من الناس اللي طالعه
على ايد دكتور مراد. لما مستواي اتهز شويه كان في شده من دكتور مراد عليا، لازم ترجعي لمستواكي، انا مستنيكي ان انت ترجعي لمستواكي. تعمد ان هو يعمل، هو كان برضو مدير فني عندنا في المنتخب، تعمد ان هو يعمل تصفيه عشان يوريني الحقيقه، يوريني انت فين، انت لسه مش هو ده المستوى اللي انا عايزك فيه. فكانت بالنسبه لي قرصه فوقتني، هي دي القرصه اللي فوقتني. دكتور مراد عاصم بطل كاراتيه كبير، لعبتيه قبل كده؟ كسبتي خسرتي ولا ما تلعبوش؟ لا ما بلعبش دكتور مراد. لا لا ما اقدرش. ما تقدريش عليه؟ لا لا ما اقدرش. طيب كلمات سريعه وكلمه للاعلام المصري اللي انت، انا حاسس خلي بالك انا والله مش محضرها، بس انت زعلانه او متضايقه او الصحافه، كلمه صفه عمل الاعلام المصري تقول لهم ايه؟ يعني اقول لهم ان الرياضه في مصر مش مقتصره على الالعاب الجماعيه بس، او مش مقتصره على الكوره بس، لا في العاب كتيره تانية بنعمل نتائج وبنشرف بلدنا. غير الكاراتيه في حاجات كتيره، في جودو، في تايكوندو، في رفع اثقال، في سباحه، دلوقتي العاب القوه، دلوقتي الناس بقت تعمل نتائج كبيره في انجازات عظيمه بصراحه في الالعاب الفرديه ديت. ف يعني مش هنقول ان احنا مستنيين نفس الاهتمام الفظيع، بس على الاقل ادوا الالعاب دي حقها، يعني خلوا الناس دي تظهر، خلوا الناس تعرف ان في ابطال. بالظبط، خلونا ندي اكتر من عندنا. بالظبط بالظبط كده، حاسس بيكي. عيب نقول عادي، مش مشكله خالص. تقول لي جمهور النادي الاهلي؟ اقول لهم انتوا احلى جمهور في الدنيا، وانا فخوره ان انا بلعب للنادي الاهلي، وان انتوا جمهور النادي الاهلي، وهم دول السبورت الاول للنادي. يعني يوم حقيقة. النادي بيقع او بيحصل اي حاجه، مش بيقع، بيحصل يعني بيخسر، يعني هو كل موافق. اي رياضه ابس اند داونز، اي حاجه هم دول اللي بيبقوا داعمين، هم اللي بيقفوا في ظهر النادي وفي ظهر لعيبته، وعلى اساسهم احنا بنقوم تاني وبنقف على رجلينا. فانا حابه اشكر طبعا جمهور النادي الاهلي العظيم. يعني بتروح تشجع كوره في الكوره في ملعب الكوره؟ لا مش كتير بصراحه، انا مش كرويه قوي يعني. لكن بتشجع النادي الاهلي؟ لا عايزه في كل حاجه. لا النادي الاهلي ده خلاص هو بيجري في دم اي اهلاوي في اي لعبه بقى في الدنيا. طب قولي تقولي لمجلس الاداره كلمه اخيره. واقول لمجلس الاداره ربنا يعينكم، وانتوا قدامكم حاجات كتيره المفروض تاخدوا بالكم منها تحديات. الفتره اللي جايه تحديات كتيره طبعا المفروض تاخدوا بالكم منها الفتره اللي جايه. وبقول كابتن محمود الخطيب حمد لله على السلامه من العمليه اللي هو كان عاملها الاخرانيه، واتمنى ان شاء الله ان انا اقابله قريب، وان انا اشوفه بقى يبارك لي على البطوله الاخرانيه. اول ما يرجع ان شاء الله هنقابلك وهنصورك معايا وكله تمام تمام ان شاء الله. اخر وعد على الهوا لجيانا فاروق. انا بوعد الناس ان انا ان شاء الله هعمل اقصى حاجه عندي وكل جهدي علشان ان شاء الله اجيب ميداليه في اولمبياد 2020 ان شاء الله. اوعدك دي حاجه هتسعدنا وتسعد كل جمهور النادي الاهلي. حلقه جميله، حلقه عظيمه مع نجمه كبيره. بس. نجمه من ذهب ما شاء الله، مش عايز نقر، لكن ان شاء الله باذن الله هنتابعك في المرحله اللي جايه، هنتابع لحظه بلحظه معاكي. يعني انا هقول لهم كده، فريق عندنا هيتابع معاكي لحظه بلحظه، هيزهقوكي بس ما ايه، ما تقولناش كفايه كده. لا خالص طبعا، خلاص. ميرسي يا كابتن جيانا، نورتينا وشرفتينا. شكرا جدا كابتن. بعد لقاء ممتع وشيق مع كابتن جيانا فاروق، دخلنا في كل التفاصيل معاها، عرفنا كل الحوارات معاها، هنتابعها وهنهتم بيها، لان دي طبيعه قناه الاهلي، هيهتم بلاعيبته في كل المجالات. في اخر حلقه بنشكركم والى اللقاء.